احنا في وادي والوزارة في وادي، هذا اكبر دليل عن الوزارة ما عندها حس الاستماع. ذكرت الظروف، بس الظرف اللي احنا مركزين عليه هو الظروف المادية، ما ذكرتها. بعطيك مثال، مواطن تم تسليمه ورقة تخصيص شهادة وحدة سكنية، طلبة 98 راح تعالج، عنده كل ما يثبت، اكو حايس حوسة، لا وزير يرد ولا وكيل يرد ولا وكيل مساعد يرد ولا احد يرد. 98 هذه انتم تروحون لمكانه وتعتذرون منه؟ 98 23 سنة، من ذي اللي وقع سحب الوحدة عن المواطن هذه؟ من ذي اللي وقع؟ كيف تجرأ؟ كيف يعني معالي الرئيس، احنا في النهاية ما نبي الموضوع متروك لمزاج مسؤول، ما نبي الموضوع متروك مسؤول. وزارة الإسكان للأسف بابها مقلق على الجميع، ليس فقط النواب، المواطنين ما عندهم حتى آلية تواصل. هذه الضغط قاعد يصير على النواب، ليش؟ لأن وزارة الإسكان أمانة ما حد قاعد يرد. في النهاية النواب والمواطنين يحتاجون تواصل، النائب هني تواصل حسن، تواصل إيجابي، لكن للأسف عندنا حالات كثيرة الوزارة تتعامل بشكل تعسفي مع هذه الحالات. احنا بالقانون يحمي المواطن، خليها تروح تقول لي هل إذا المواطن عندها، أكثر المواطنين عندهم إمكانية معالي الرئيس، الوحدة اللي يقدمونها وزارة الإسكان وحدة غير قابلة للسكن الفوري، تحتاج إلى تعديلات، تحتاج إلى إضافات. المواطن بالعكس، يا أخي وزارة الإسكان لما تمعيش الناس بهذه الآلية، قدموا بيوت تتماشى مع الوحدة، مع احتياجات الأسرة البحرينية، واضح مع الرئيس الوزارة ما قاعدة تسمع بشكل جيد.